السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب في الجمهورية اليمنية الصف التاسع الأساسي اللي هو ثالث إعدادي في بقية الدول. وصلني سؤال من أحد الطلاب يريد حل تمرين رقم 3 صفحة 20. كنت في السابق حليت صفحة 20 في فيديو سابق سيظهر لكم الآن حاليا هنا، طبعا الجزء الثاني هندسة. السؤال رقم 3 يقول: قبل أن أبدأ بالحل رجاء وضع الإعجاب على الفيديو، أقول رجاء ومشاركة الفيديو هذا مع زملائكم دعما للقناة وأيضا فائدة للآخرين حتى يستفيد الآخرين. رقم 3 يقول: في الشكل المقابل الدائرتان ميم نون، ميم ونون دائرتان، إذا جاب لي شكلين دائرتين متقاطعتين، واحدة اسمها ميم والثانية اسمها نون، بعدين تتقاطعان في ألف وباء، تقاطعت في ألف وباء، ألف وباء، رسم هواو، رسم هواو وتر، وتر يقطع الدائرة الأولى ويقطع الدائرة الثانية أيضا، رسم هواو يمر بالنقطة ألف، يمر شوف النقطة ألف مر علي عندها، ويقطع الدائرتين فيها وواو، فيها وواو على الترتيب، يعني الدائرة ميم فيها يقطعها، والدائرة واو يقطعها في، والدائرة نون يقطعها في واو على الترتيب. بعدين أنزل العمودان ميم سين ونون صاد، ركز على العمودان، ما دام قال أنزل العمودان يعني ميم سين ونون صاد، يعني عمود جاي من مركز الدائرة على من؟ على الوتر. إيش يعمل به؟ ينصفه. المبرهنة تقول المستقيم الواصل، هذه المبرهنة، المستقيم الواصل من مركز الدائرة إلى إلى أي وتر ينصفه، صح؟ وعكسها يقول العمود النازل من مركز الدائرة على الوتر ينصفه، وهناك يقول المستقيم الواصل من مركز الدائرة إلى منتصف الوتر يكون عمودي عليه، وهكذا حبة عكس حبة. إذا إيش استفدت من هذا الكلام؟ أنزل العمودان ميم سين ونون صاد على هاء واو، على هاء واو. إيش المطلوب؟ برهن أن القياس سين صاد، شوف هذا سين صاد، هذا سين صاد، يساوي نصف هاء واو، يساوي نصف قياس هاء واو كامل. أولا البرهان، بما أن ميم سين قال، شوف ميم سين، أين ميم سين؟ ميم سين ونون صاد عمودان، أنزل العمودان ميم سين ونون صاد على هاء واو، بما أن ميم سين عمودي على ألف هاء، شوف ميم سين عمودي على ألف هاء، صح عمودي، معناته هذا زاوية قائمة ما دام قال هكذا، هذا رقم واحد. رقم اثنين، ما دام قال إنه عمودي من مركز الدائرة إلى الوتر وعمودي، معناته ينصفه، يعني هذا يساوي هذا، إذا نصف لي الوتر، فهو ينصفه في سين، إذا سين منتصف ألف هاء، سين هذا ألف هاء، سين منتصفه. أيضا بالمثل، بما أن نون صاد عمودي على ألف واو، وهذا يعتبر وتر، إذن نون صاد ينصف ألف واو في صاد، إذن هذا يساوي هذا أيضا، هذه المنطقة تساوي هذه المنطقة، لماذا؟ لأنه في مستقيم نازل من مركز الدائرة وهو عمودي على الوتر فينصفه، هذه أول شيء أخذناه من المبرهنة ومن عكس المبرهنة. إيش يعني؟ أي أن ألف سين، هذا ألف سين، ألف سين يساوي نص ألف هاء، ألف سين هذا، شوف ألف سين يساوي نص ألف هاء، ألف سين يساوي نص ألف هاء، نص الوتر كامل. بالمثل أيضا ألف صاد تساوي نصف ألف واو، نصف الوتر، ألف صاد هذه تساوي نصف الوتر ألف واو. سمي هذا رقم واحد بالمعادلة بالدائرة الأولى، وهذا رقم اثنين، إذن ألف سين نصف ألف هاء، ونون صاد يعني وألف صاد نصف ألف واو، تمام، إذن هذا سميته رقم واحد وهذا رقم اثنين. لو جمعنا رقم واحد ورقم اثنين بالجمع، اجمع ألف سين زائد ألف صاد، ألف سين زائد ألف صاد يساوي نص زائد نص ألف هاء، نص ألف هاء زائد نص ألف واو، زائد نص ألف واو، جمع الأشياء، شوف إذن ألف سين زائد ألف صاد، ألف سين زائد ألف صاد ما يساوي؟ يساوي سين صاد، ألف سين زائد ألف صاد ما يساوي؟ سين صاد، إذن ألف صاد.
وهنا نص ألف نص عامل أخذته عامل مشترك، بقي على ألف ها زائد ألف واو، ألف ها زائد ألف واو. وبما أن أصلا ألف سين تساوي سين ها وألف صاد تساوي صاد واو، إذن معناته إنه سين صاد هذه المنطقة تساوي نصف هاء واو، تساوي نصف هاء واو، يعني سين ألف يساوي سين ألف يساوي سين ها، وألف صاد يساوي صاد واو. هذه المنطقة تساوي هذه المنطقة، وهذه المنطقة تساوي هذه المنطقة. لو جمعت هذه المنطقة مع هذه المنطقة إيش معناته؟ معناته إنه سين صاد هذا يساوي نصف نصف هاء واو، وهو المطلوب. أي ني ريا. إذن سين صاد يساوي نصف هاء واو، نصف هاء واو هو المطلوب إثباته. أتمنى وضع الإعجاب على الفيديو رجاء خاصا، والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو هذا مع زملائكم لتعم الفائدة، وأي سؤال استفسار في التعليقات. أتمنى لكم التوفيق والنجاح.